حضراتكم يورو الكرة الحلوة، تعالوا نتابع مع حضراتكم البطولة اللي بدأت أو قربت حقيقة، يمكن خلاص بنقرب النهاردة أعتقد الجولة الأخيرة في دور المجموعات، وبعد كده ندخل بقى على السخن كله واللقاءات النارية والأدوار الإقصائية. تعالوا نتابع معاكم نتيجة ماتشات امبارح. امبارح كرواتيا لعبت مع إيطاليا وهدف، حقيقة مباراة كان فيها دراما كبيرة جدا. النتيجة انتهت 1-1، كرواتيا تقدمت وأضاع مودريتش ركلة جزاء، ثم سجلت إيطاليا في البلاس 90 في آخر 10 ثواني تحديدا من المباراة. نتيجة خدمت إيطاليا بشكل كبير جدا وصعبت من موقف مين؟ كرواتيا في البطولة ثالث عالم طبعا. ألبانيا وإسبانيا، إسبانيا اكتفت الحقيقة خلاص بعد ضمان التأهل بالفوز بنتيجة 1-0 وضمنت العلامة الكاملة، ودي تاني مرة أعتقد إسبانيا في بطولة اليورو تحقق العلامة الكاملة. ماتشات النهاردة عندنا هولندا مع النمسا وفرنسا مع بولندا، الاثنين هيتلعبوا في نفس التوقيت الساعة 7 مساء طبعا كلهم في نفس المجموعة، ثم إنجلترا وسلوفينيا ودنمارك وصربيا في الساعة 10 مساء. دي آخر جولات دور المجموعات، بعد كده هيتحدد طبعا الأول والتاني بيتأهلوا مباشرة، أفضل أربع توالت من الست مجموعات بيتأهلوا لدور ال 16، وهنا تبدأ الملحمة الكبرى. نروح لنتائج ماتشات الكوبا، كوبا أمريكا امبارح كولومبيا كانت بتلعب مع باراجواي واستطاعت إنها تحسم النتيجة لصالحها بنتيجة 2-1، والبرازيل في تعادل مفاجئ ومخيب للأمال أمام كوستاريكا بنتيجة 0-0. ماتشات الكوبا النهاردة بعد منتصف الليل بتوقيتنا، بيرو في مواجهة كندا الساعة 1 صباحا، ثم تشيلي في مواجهة أرجنتينا أو أرجنتين طبعا الساعة 4 الفجر. مباراة صعبة للي هيقدر يسهر، لكن طبعا وجود الأرجنتين ممكن يكون يعني الناس اللي ما وراهاش ارتباطات بكرة وما عندهاش شغل بدري ممكن جدا تتابع المباراة لو عايز تتفرج على مباراة كرة حلو. تعالوا نشوف أخبار الأهلي النهاردة. النهاردة في احتمالات ويمكن التمرين هتبدأ كمان دقايق، لكن في احتمال يكون في تراي ماتش لسه مستر مارسيل كولر، أو لسه الأخبار ما جاتليش بشكل مؤكد ونهائي من نادي الأهلي، لكن الأكيد إن أنا هروح معاكم نادي الأهلي في الجزيرة نعرف أخبار تمرينة النهاردة واستعداد الفريق لمباراة فاركو إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. السادسة يستأنف مع حضراتكم بأخبار الأهلي بعد الفاصل.